السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن قصف مقرات الإرهابيين شمال العراق. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف الحرس الثوري الإيراني تفاصيل جديدة عن العملية التي نفذها صباح أمس الاثنين ضد الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان شمال العراق. وقال قائد سلاح البر في قوات الحرس الثوري العميد محمد باكوبر في تصريحات مع وكالة أنباء فارس الإيرانية إن إيران حذرت إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية في يوم 28 سبتمبر أيلول الماضي من أن الجماعات الداعمة إلى تقسيم إيران توجد شمال العراق، وأنه يجب طردها أو نزع أسلحتها أو إسكانها في مخيمات. واتهم باكوبر الجماعة الانفصالية بالقيام بأعمال إرهابية في داخل إيران انطلاقا من العراق والمشاركة في بعض أعمال الشغب التي شهدتها منطقة شمال غربي إيران، مشيرا إلى مشاهدة بصمات هؤلاء في هذه الأعمال. وقال رغم أن الجانب العراقي وعد بذلك وقام ببعض الخطوات الأساسية إلا أن هذا الوضع لم يستمر، مؤكدا أن وزارة الخارجية الإيرانية أجرت محادثات مع إقليم كردستان وتقرر إزالة قواعد الإرهابيين التي كانت في عمق شمال العراق. وشدد باكوبر على أن الإرهابيين يتخذون الناس العاديين ذراعا لهم، حيث أنهم يختبئون في بيوتهم، مؤكدا أنه لهذا السبب استهدف الجانب الإيراني مجددا في إطار خطة دقيقة المواقع التي تقع في أطراف المناطق الخالية من المدنيين. وحمل قائد الحرس الثوري الإيراني الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردستان العراق مسؤولية أمن مواطنيهم، مشددا على أن إيران تسعى لحفظ أمن مواطنيها من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون ضدها. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.